يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد؟ من فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي هو ومن فاتتهم الصلاة، صلون جماعة ثانية لا بأس إذا فاتتهم الصلاة. أما أنهم يتعمدون ويتركون الجماعة ويقولون نحن نقيم جماعة ثانية، هذا حرام لا يجوز. لكن لو جاءوا يريدون الصلاة مع الجماعة وفاتتهم فلا بأس أن يقيموا جماعة ثانية، لأنهم لم يتعمدوا ترك الجماعة الأولى وإنما فاتتهم. ودخل رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، دخل رجل يريد الصلاة وقد فاتته، قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فدل على جواز إقامة صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة الأولى. نعم. إنما الممنوع الانقسام، الانقسام إلى جماعات، كل جماعة تصلي لحالها، هذا هو الممنوع.